دايما بيبقى معانا مفاجاه حلوه في كل حلقه. كانت الحلقه اللي فاتت كان كابتن النادي الاهلي حسام عاشور، النهارده معانا مفاجاتين بقى حلوين. اتنين من ابناء النادي الاهلي اللي اتربوا داخل مدرسه الاهلي وداخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، الاتنين سلوكيا ما شاء الله على اعلى مستوى، فنيا من العناصر الاساسيه في تيم النادي الاهلي. كان ليهم تجربه ان هم اول ما طلعوا من الناشئين وصعدوا مع الفريق الاول ما حالفهمش الحظ انهم يكونوا موجودين بصفه اساسيه، لكن كان عندهم تجربه ناجحه، خرجوا بره النادي الاهلي، فيهم اللي شارك مع سموحه وفيهم اللي شارك مع مصر المقاصه، تالقوا بشكل كبير، كان عندهم الاصرار والعزيمه انهم يرجعوا بيتهم تاني النادي الاهلي. ايمن اشرف وهشام محمد تالقوا ورجعوا تاني النادي الاهلي، وما شاء الله دلوقتي من العناصر الاساسيه في فريق النادي الاهلي. نشوف تقرير عن نجمي النادي الاهلي. بداية بنبارك لكابتن أسامة حسني على البرنامج الجديد، إن شاء الله تبقى بداية موفقة ليه وبرنامج يكون هادف وإن شاء الله يكون ناجح بإذن الله. طبعا بنبارك لكابتن أسامة على البرنامج الجديد، طبعا كابتني في النادي الأهلي وإن شاء الله زي ما هشام بيقول ببرنامج هادف وإن شاء الله كده كابتن ربنا يكرمك إن شاء الله. احنا طبعا حابين نتكلم على الناشئين، وخصوصا ان الحمد لله انا وكابتن ايمن من ولاد النادي، واحنا اتربينا الحمد لله سنين طويله في النادي، ويمكن من 8 سنين واحنا سن 8 سنين واحنا موجودين في ناشئين النادي الاهلي، ويمكن الحمد لله كان لينا الشرف ان احنا انضمينا للكيان دوت وتربينا الحمد لله فيه وتعلمنا كل حاجه فيه، تعلمنا الالتزام وتعلمنا المبادئ وتعلمنا الاخلاق قبل ما نتعلم المهارات او الاساسيات في المجال اللي احنا بنلعبه او في مجال كره القدم. اتشرفنا الحمد لله بالعمل مع كل المدربين وكل رؤساء القطاع وكل الناس اللي علمت او اثرت فينا بحاجه، اتشرفنا بيهم وتعلمنا منهم، والحمد لله ربونا تربيه حسنه وربنا وفقنا ومرينا بمراحل كبيره لحد ما وصلنا للمكان اللي احنا فيه، النادي الاهلي الدرجه الاولى. المرحله دي طبعا مهمه جدا، مرحله الناشئين عدينا بمواقف كتيره وحاجات كتير قوي، طبعا صعوبات وقابلنا حاجات كتير جدا في طول مسيرتنا وحياتنا، والحمد لله كانت كلها حاجات جميله وحاجات موفقه، وتعلمنا كتير قوي واستفدنا كتير قوي من مدربينا كلهم. وزي ما انا قلت احنا بننتمي للكيان كبير، وتشرفنا الحمد لله ان احنا موجودين في هذا الكيان، وان شاء الله نقدر نكمل المسيره باذن الله. ما بقتش انت فاكر طبعا اول مره دخلت فيها النادي، جيت ازاي بقى النادي؟ هو اكيد طبعا الحاجات دي ما بتتنسيش، يمكن كان معايا والدي ساعتها وقابلنا كابتن بدر رجب، وهو كان اول واحد شافني، وكان موجود ساعتها كابتن بدر رجب وكابتن محمد وهبه ومستر كورفر، والحمد لله ربنا وفقنا من اول مره، وكنت موجود الحمد لله معاهم، وقدرت يبقوا مبسوطين مني وابقى موجود في النادي. وطبعا اول طله دي زي ما بيقولوا مهمه جدا ومحدش بيقدر ينساها طبعا، فرحتك وفرحه والدك وفرحه اهلك ساعتها ما كانتش بتوصف، اني كنا كمان صغيرين فالموضوع كان بالنسبه لنا حلو طبعا، وبنلعب في نادي كبير وكان كبير، انك تبقى في اختبارات في النادي الاهلي وتبقى موجود في النادي الاهلي دي بتبقى حاجه كبيره طبعا. يعني اكيد زي ما انت ما بتقول ايمن، طبعا ان حلم كان بالنسبه لنا، وان انت يختاروك من ضمن الوفات بتبقى موجوده او بيبقوا موجودين في الاختبارات، فده طبعا حلم لينا وحلم لاهلك وحلم لعيلتك، فالحمد لله ان ربنا وفقنا واحنا قدرنا نكون من الاشخاص اللي موجودين جوه كيان النادي الاهلي. واكيد برضو انت ليك ذكريات كتيره في الناشئين ولينا ذكريات مع بعض كبيره طبعا، فلو تحب تقول حاجه برضو منها للناس. طبعا انا يعني اقول للناس حاجه كده بسيطه، انا والدي انا من بلد جنب المنصوره كده اسمها المطريه الاهليه، طبعا والدي خدني وجابني اختبارات في النادي الاهلي، كان كابتن محمد وهبه هو اللي كان بيتفرج على الاختبارات ونقاني من الاختبارات دي. في ناس كتيره بتقول ان النادي الاهلي بيبقى في الناشئين دايما وسايط وكده، مفيش في الكوره وسايط خالص، النادي الاهلي طبعا عنده مبادئ وقيم كبيره،
انا طبعا اختاروني من وانا عندي 7 سنين، هشام كان عنده 8، انا كان عندي 7، انا اصغر من هشام بسنه. فكنا مع بعض دخلنا النادي في سنه واحده. طبعا كان وقتها كابتن بدر رجب وكابتن محمد سيد كابتن محمد وهبه مستر بروفر، بس فهم دول. وكان في ذكريات كبيره وحلوه جدا في استراحه الناشئين في النادي الاهلي. مرينا بظروف حلوه جدا، كان في ظروف وحشه وفي ظروف كويسه. فطبعا الامور بالنسبه لنا كانت كويسه لان احنا كنا صحاب كلنا في بعض. في حاجات كتير الحمد لله كانت كويسه. ولا ايه؟ اكيد طبعا زي ما انت بتقول يا ايمن، ويمكن حياتنا كلها كانت في النادي من واحنا صغيرين. يمكن استراحه الناشئين كانت بتضم لعيبه كتيره جدا، والمجموعه المغتربه كمان كانت الاستراحه بتضمهم، وكانت موفره لهم كل حاجه، دراسه والاكل والشرب والنوم وكل حاجه. طبعا يمكن اهلهم كانوا بيسيبوهم والناس دي بايته في النادي. فزي ما بقول النادي ليه فضل كبير قوي علينا، واحنا الحمد لله اتشرفنا ان احنا جزء منه وتربينا فيه. ومدرسه الكوره علمت فينا حاجات كتير قوي 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 قوي، ان احنا اولها طبعا الاخلاص للنادي والاخلاص للكيان اللي احنا بننتمي ليه، وان انت طبعا مطالب على طول بالمكسب. يمكن اتذكر انا وايمن ان احنا واحنا صغيرين افتكر لو كنا بنتعادل ماتش او حاجه كنا ممكن نبكي، يعني مش كلام والله او بقول كده اي كلام او حاجه، بس لا ده فعلا ده حقيقه. كان على طول المكسب دوت احنا شايفينه على طول لازم نكسب. يعني لو اتعادلنا ماتش الخساره دي كانت بالنسبه لنا حاجه يعني مستحيله، شبه مستحيله. لكن التعادل كنا ممكن نعيط واحنا بنتعادل واحنا صغيرين، وايمن ممكن يقول برضو على الحاجات دي اكتر مني لان مرينا بيها كتير، وهو ده فعلا اللي تربيناه في النادي فعلا. يعني مثلا في المدربين الكبار اللي مرنونا تحت، كابتن بدر رجب وكابتن عادل عبد الرحمن وكابتن محمد سيد وكابتن محمد وهبه، دول كلهم كانوا بيعلمونا معنى الروح ومعنى القلب من مدرسه الكوره واحنا صغيرين. فطبعا احنا اتعلمنا دوت من مدرسه الكوره الانطباع، يعني كل حاجه كانوا بيغرزوها فينا من صغرنا، والحاجات ديت لما اتغرزت فينا طبعا النادي الاهلي روح التيشيرت الحمراء وانك ما تخسرش وانك ما تتعادلش وانك دايما بتبص على رقم واحد. فطبعا الحاجات دي كلها كنا بنبص عليها وكانوا بيزرعوها فينا تحت. زي ما هشام قال في استراحة الناشئين عشنا أيام حلوة جدا. المدرسة كان نادي موفر لنا كل حاجة، أكلنا شربنا لبسنا المدرسة بتاعتنا، كل حاجة كانت نادي موفرها لنا في استراحة الناشئين تحت. حتى الاستراحة نفسها حاجة على أعلى مستوى، السراير، الأتلبة، المشرفين. أتذكر أستاذ فتحي كشك، أستاذ جلال، أستاذ خالد، أستاذ عادل، أستاذ مجدي، طبعا مشرفين محترمين وعلى اعلى مستوى، كانوا بيعاملونا اكنهم ابهاتنا بالظبط. احنا عشان احنا كنا احنا في، انت كنت هنا في القاهره وانا كنت في غربه، فانا كنت احس ده اكتر ان هم كانوا بيعاملونا ان هم زي ابهاتنا وكده، لان احنا اهالينا ما كانوش معانا، احنا هنا كنا مغتربين. فطبعا كانت ايام حلوه جدا يعني. رسالتي لناشئين النادي الاهلي ان شاء الله ان هم يبذلوا اقصى مجهود عندهم ويسمعوا كلام المدربين بتاعهم وكل التعليمات اللي بياخدوها ينفذوها، ويهتموا بقيم ومبادئ النادي الاهلي، ودايما ان شاء الله يبقوا رقم واحد في الوطن العربي وقدامهم مستقبل كبير، ويقدروا يحققوا كل نفسهم فيه من الكيان دوت. وان شاء الله نشوفهم مكاننا هنا ان شاء الله السنين اللي جايه، وزي ما النادي الاهلي عودنا هو باولاده رقم واحد. ان شاء الله باذن الله نشوفهم لعيبه كبار ونشوفهم حاجه كويسه ان شاء الله للنادي باذن الله. طبعا احنا قمنا طبعا علشان التمرين هيبدا، طبعا رساله الناشئين حافظوا على مبادئ وقيم النادي الاهلي، وحافظوا على اخلاقكم ودايما عندكم اخلاق، ولازم تسمعوا كلام مدربينكم، وان شاء الله بتمنى لكم التوفيق ان شاء الله وتبقوا حاجه كبيره ان شاء الله.